أنيس أحمد عطية، عندي 56 سنة وبشتغل في البوابير دي من 55 سنة، يعني وأنا في سنة أولى ابتدائي بشتغل فيها وما غيرتهاش لسه لغاية الوقت. أبويا كان موديني واحد صاحبه فشغلنا عنده فعجبني الشغل من زمان فاشتغلت وعمري ما سبتها لغاية الوقت. بس طبعا البوابير انكردت فقلبت بقى بعمل غاز بصلح حاجة أي حاجة، المهم الحمد لله ربنا بيكرمنا. زمان البوابير دي كانت بركة في الأكل والطبيخ والكلام ده، كان أحسن بيت عنده البابور. أنت ما تعرفش البابور؟ آه. فهو يعني كان أكل على البابور له طعم تاني غير البوتاجاز. حالياً أقول لك انكردت، ما عادش البوابير اللي قليل، بس الراجل اللي هو بيفهم الأكل إزاي والطعم إزاي يجيب البابور يصلحها. بعمل جوزة، دي جوزة بتاعت المشبك والقطايف بتاعت رمضان بعملها، واحد جايب لي كنكة ألحمها، أفهم؟ يعني أي حاجة بشتغل فيها المهم ربنا يكرمنا، بشوف عايز إيه بصلحها. يعني بابور مكتوم بيستلك، عايز فنية بعمله فنية، عايز جلدة بعمله جلدة، عايز لحام بلحمه، عايز عدة تتغير بنغيرها. والله أنا أتمنى إن ورشتي تبقى متحف، الناس تيجي تتفرجوا على الحاجة اللي عندي، بس ما ببيعش حاجة مني لأن أنا بتفرج عليها برتاح. يعني أي حاجة مقتنية يعني بسيبها كده اتفرج عليها، ما ارضاش ابيعها. يقول لي طب البعيد ما انت بكره تموت، واسيبها اقول له لما اموت هم يبقى يتصرفوا فيها، انما انا طول ما انا عايش ما ابيعهاش.